طيب الفنان وليد توفيق اليوم موجود ببيروت، عيد كان بشهر ايار، وناطر استاذ وليد يغني لي هابي بيرث داي تو لوك، حتى لوك الثمانينات، لانه هذه الغنيه طلعت تقريبا بالثمانينات. شو هالقميص؟ خيي وليد، خيي اهلا وسهلا. انت على ام تي في هلا بجوني وين ما كان، كيفك؟ انا بحيي ماشي الحال. انا قصدك بخدمه دقيقه شباب، والله بعرفه. خلو والله بعرفه. عليك عم تلهوت روق استاذ وليد من روق كلمه حبيب قلبي. انا عندي مشكله، عيدي كان بايار، ومثل ما بيقولوا في مثل بيقول بكل عرس واحد له قرص، بس وليد توفيق بكل عيد ميلاد له قرص. بدي اياك تغني لي انزل يا جميل على الساحه. بس لحظه عندنا مشكله، ما تهز رقبتك كثير. وين الجاتو؟ انزل يا جميل عسل. استاذ وليد كمان شغله ثانيه، انا هلا صاروا يعني اخر 30 وهيك، اذا بدك قررت حط عقلي براسي، بس كيف بدي اتجوز ملكه؟ اتجوز ملكه؟ كيف؟ ما مش عم تزبط معي. اقول لك لازم يكون ملك؟ هلا الملك بيتجوز ملكه؟ لا ما خاص. شو؟ ساعدني. ما خاص. الملكه بتكون باخلاقها، بتكون بتربيتها، بعائلتها، بجمال الطبيعة. الملكة مش لقب بس. فأي إنسانة باللي عم بقول لك هي المواصفات هي ملكة. كم مرة بتقول بغنية هابي بيرث داي تو يو هابي بيرث داي تو يو؟ كم مرة؟ أول شيء. هم ثمانية. ثمانية. أستاذ وليد شو رأيك بلوك الثمانينات؟ ليك بهالوقت كنت غني أنا، بتعرف شو كنت أغني بهالوقت لما كان الشعر هيك؟ شو؟ أبوك مين يا صبي؟ مسكنا فين يا عيني؟ أستاذ وليد لكل الفنانين يلي هيك بتحس الخسة كبرت، شو بتقول لهم؟ بتعرف إذا كبية مليانة بدها شيء، إذا بحط فيها شيء بتطف، إذا كبية فاضية شو بدها؟ هذا تعال هذا التواضع.